you الاعزاء اليوم الحلقه الثانيه وتكملت المبحث الثاني في الفصل الرابع وهو المصارف تعرفنا في الحلقه السابقه على مفهوم المصارف وظائف المصارف اهداف المصارف والخدمات اللي تقدمها المصارف اليوم نتعرف على انواع المصارف انواع المصارف عندنا اول بنك اللي هو البنك المركزي اللي يمثل قلب الجهاز المصرفي او ما يمثل قمه الجهاز المصرفي راح نتكلم عنه وراح نتعرف على المصارف التجاريه والمصارف المتخصصه وانواعها وراح نتكلم عن المصارف الشامله والمصارف الاسلاميه والمصارف الالكترونيه. نبدي ويا البنك المركزي. البنوك المركزيه هي البنوك المسؤوله عن عمليه الاصدار النقدي ومراقبه عمليات الائتمان واداره السياسه النقديه. وتسمى هذه البنوك ببنك الحكومة أو البنك المركزي طبعا كل تسمية لها سبب هسه راح نجيها بالترتيب وظائف البنك المركزي شنو هي الوظائف اللي يقدمها البنك المركزي أولا إصدار العملة من المعلوم أن أعلى سلطة نقدية هو البنك المركزي لذلك هو المسؤول عن عملية الإصدار النقدي في الدولة لذلك نلاحظ إحنا اليوم تلاحظ كل العملات اللي يشوفها مكتوب عليها عمله نقديه صادره بموجب القانون عن البنك المركزي لهذه الدوله، فاذا هو المسؤول الوحيد عن عمليه اصدار العمله. بنك الحكومه بنك الحكومه يعتبر البنك المركزي بنك الحكومه، لماذا؟ لانه يقوم بعمليه اداره الدين العام للحكومه، سحب القروض، تحرير الودائع للحكومه، كل مسؤوليات الحكومه يقوم بها. كل مسؤوليات الحكومه يقوم بها. بنقل للبنوك يسمى البنك المركزي بنقل البنوك لعده اسباب، اولا لانه ملجا اخير لبقيه المصارف في حال مواجهه سحب السيوله غير المتوقع، هذا واحد، اثنين لانه اعلى مصرف في قمه الجهاز المصرفي، لانه مسؤول عن عمليات اصدار العمله وهكذا، لذلك يسمى ببنقل بنوك، هذا التعليل مهم جدا. ودائما ما يجي بالوزاري يسمى البنك المركزي ببنك بنوك او بنقل للبنوك مسؤوليات البنك المركزي لماذا احنا نصح لبنك البنوك اكو مسؤوليات يقوم بها المسؤوليه الاولى تحديد الاحتياط القانوني الاحتياط القانوني هو نسبه معينه من الودائع تحتفظ بها المصارف التجاريه لدى البنك المركزي هاي الودائع اللي موجوده وين موجوده موجوده بداخل البنك المركزي في حال واجهة المصارف الأخرى على اختلاف مسمياتها واختلاف وظائفها اللي تقوم بها في حال واجهت نقص في السيولة والسحب غير المتوقع لمن تلجأ تلجأ إلى البنك المركزي طيب الاحتياط القانوني هاي هنا النقطة الاحتياطي القانوني الملجأ للحصول على السيولة قلنا الاحتياط القانوني مثل ما وضحنا انه نسبة معينة من الودائع تحتفظ بها البنك المركزي لمواجهة سحب السيولة. الملجأ للمصارف للحصول على السيولة. المعلوم ان البنك المركزي يمثل ملجأ لبقية المصارف. لذلك أنت اليوم اللي تواجه نقص بالسيولة كشخص أنت أو كفرد من أفراد العائلة، أكيد راح تتجه إلى رب العائلة اللي هو أما يكون أبوك أو تكون والدتك فراح تلتجئ له حتى تعوض هذا النقص بالسيولة نفس الحالة حتى الأفراد الباقين من يصير عنده نقص بالسيولة يلتجئ إلى أخوه إلى عمه إلى أبوه إلى أي شخص هو يلتجئ له حتى يأخذ من عنده سيولة فالفكرة وما بيها أن البنك المركزي يمثل ملجأ لبقية المصارف لسحب السيولة سحب السيولة عادة ما يتم في الأزمات الاقتصادية من تصير أزمات اقتصادية وصير نقص بالسيولة يتجهون, يتجهون الأفراد للمصرف المصرف راح يواجه نقص بالسيوله فيلتجي المال يلتجي للبنك المركزي ياخذ من هاي الودائع اللي موجوده اللي هي متمثله على شكل احتياطي قانوني راح يسحب من عندها ويوجهها الى السوق لسد النقص الحاصل في السيوله ومثل ما تعرفنا على السيوله اللي هي قدره المصرف على الإفاء بالتزاماته الماديه تجاه المودعين تعرفنا عليها بالحلقه السابقه اذا تعرفنا على البنك المركزي، وتعرفنا على وظائف البنك المركزي، وتعرفنا على مسؤوليات البنك المركزي. الآن نتعرف على المصارف التجارية. المصارف التجارية هذه المصارف ظهرت لتمويل غرض معين أو غرض محدد، يعني مو لكل الأغراض، لا. عادة ما تمول المصارف التجارية النشاطات التجارية، وتمنح القروض قصيرة الأجل. يعني المصرف التجاري.. من يمنح قرض؟ ما يمنح قرض لي لمشاريع صغيره او مشاريع طويله الاجل. اليوم انا تاجر اخذ من عندهم مبلغ من المال كان يكون مليار دينار عراقي اخذه واروح الى دوله اخرى اتاجر بها او اسحب من عندها سلعه او بضاعه معينه بين ما توصل هذه السلعه ابيعها ما تتاخر هذه الفتره ترى اكثر خاصه اذا كانت مثلا مواد غذائيه إذا كانت مثل ملابس ترى ما تتأخر هاي الفترة ما بين يوم إلى أقل السنة حتى أشهر توصل شهر شهرين ثلاثة أربعة أو أسابيع أحيانا فهاي الفترة الزمنية القصيرة اللي هي المصارف تمولها تسمى بالقروض قصيرة الأجل هاي الفترة الزمنية القصيرة قروض قصيرة الأجل لذلك المصرف التجاري يمتاز بسرعة تدوير رأس المال لأن ينتص قروض قصيرة الأجل تعد القروض قصيرة الأجل هي وارباحها يرجع يمنحها مرة ثانية يعني خلال السنة يحصل على الكثير من الأرباح بس طبعا تمتاز هذه المصارف بضخامة رؤوس أموالها يعني السيولة النقدية عندها جدا عالية هنا عد تعليل يقول يعد أو تعد المصارف التجارية من اكثر المصارف انتشارا في العالم، لماذا؟ بسبب توسع النشاط التجاري في ظل العولمه والعصر الحديث. المصارف هاي ما كان لها حاجه في الوقت السابق، يعني سابقا، اليوم ظهرت لها حاجه كبيره، لماذا ظهرت اليها حاجه كبيره؟ ولماذا انتشرت في العالم كثيرا؟ انتشرت في العالم كثيرا بسبب التوسع في النشاط الاقتصادي في ظل عصور العولمه. هسه البعض يسال شنو العولمه؟ العولمه هي شفافيه الحدود بين المجتمعات ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا يعني اصبح بمقدور كل شخص اليوم انا كشخص مثلا هنا بالعراق اروح اراسل مثلا امازون موقع امازون او موقع علي بابا الصيني واخذ السلعه اللي تعجبني من عنده ويشحنوها لي وتوصل البضاعه الى باب البيت ليش شلون شفتها؟ شفتها لان اكو شفافيه ماكو ما حدود بين المجتمعات عبر الانترنت كل شيء شفت وكل شيء وصلني، فبعد ما اصبح العالم قريه صغيره تقريبا بسنه 1998 يعني قريه صغيره يعني ظهر الانترنت بصوره تجاريه بالعالم، اصبحت هنالك العولمه، والعولمه قادت الى شفافيه الحدود، ومن صارت شفافيه الحدود توسع النشاط التجاري. المصارف المتخصصه، المصارف المتخصصه من المعلوم أن المصارف المتخصصة ظهرت في الدول النامية أو الناشئة، يعني ما ظهرت بكل الدول. أما دولة حديثة التكوين فتظهر بها المصارف المتخصصة، أو دولة نامية فتظهر بها المصارف المتخصصة. شنو هاي المصارف المتخصصة؟ وليس لها متخصصة. سميت متخصصة لأنها تركز على نشاط اقتصادي معين أو تدعم قطاع اقتصادي معين. وتعمل على تشجيع التنميه في الدول الناميه والناشئه، اذا خاف يجيني. ظهور ما يعرف علل، ظهور ما يعرف بالمصارف المتخصصه، الجواب لان هذه المصارف ظهرت لدعم النشاطات الاقتصاديه وتشجيع التنميه في الدول الناميه والدول الناشئه، مثل من؟ مثل المصرف الزراعي، المصرف الصناعي، المصرف العقاري، المصرف الصناعي يدعم من؟ يدعم المشاريع الصناعيه المصرف الزراعي يدعم المشاريع الزراعيه المصرف العقاري يدعم المشاريع السكنيه او شراء الوحدات السكنيه فهذه الدول الناميه تحتاج الى هكذا مشاريع باعتبار انه حجم المدخرات عندها منخفض دائما حجم المدخرات بالنسبه للمواطنه وبالنسبه للدوله يكون منخفض فبالتالي تلتج الى عمليه تمويل المصارف هذني النوعين اللي هي المصارف التجاريه والمصارف المتخصصة نجي إلى المصارف الشاملة المصارف الشاملة هي أنواع من المصارف طبعا عندنا بقى الشاملة وعندنا بقى الإسلامية وعندنا بقى الإلكترونية راح ننقل الكاميرا نحو المصارف الشاملة المصارف الشاملة هي تلك المصارف التي تقدم مجموعه كبيره ومتنوعه من الخدمات الماليه والمصرفيه للزبائن، مثل عمليات السحب، عمليات الايداع، توفير السحب في اي وقت ممكن او في مختلف الاوقات. عن الصيرفه الشامله، آكل المصارف الشامله والصيرفه الشامله. طبعا الصيرفه الشامله اجت تعريف، والمصارف الشامله ما تفرق شيء، بس نقول نظرا لحاجه الزبائن والتطور الكبير اللي حصل، فظهرت الصيرفه الشامله. عندنا النوع الثاني اللي هو المصارف الاسلاميه. المصارف الاسلاميه من اسمها اسلاميه، يعني تتعامل وفق الشريعه الاسلاميه، شلون تتعامل وفق الشريعه الاسلاميه؟ يعني تحصر تعاملاتها بفوائد معينه ومحدده، باعتبار ان الفوائد الكثيره تمثل ربا لهذه المصارف، والربا محرم في الشريعه الاسلاميه وتحصر وفق الاطار الشرعي، تقوم على مبدا ما يسمى الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، شنو مبدا الغنم بالغرم؟ مبدا الغنم بالغرم هو المبدا، خاف تعريف، اجى تعريف للتمهيدي 2021 للتمهيدي، شنو الغنم بالغرم؟ هو المبدا الذي تتعامل وفقه المصارف الاسلاميه باعتبار ان الربا محرم. وان كل ويعني ان كل ربح لابد ان تقابله خساره، ماكو شيء بالمصارف الاسلاميه ولا بالشريعه الاسلاميه اسمه الربح المطلق. كل الحياه مثل الصيد، مره ممكن تصيد ومره ممكن ما تصيد، مره تطلع تخسر انت وتخسر وقت وتخسر جهد وماكو صيد، ترجع لبيتكم فارغ. ومره لا تربح وربح وفير. فالحياه هي كلها بنظر الشريعه الاسلاميه يعني ما نريد نتعمق بمجال الشريعه بس مجال المصارف انه هي كل ربح لابد ان يقابل بخساره فاذا تتعامل هذه المصارف بمبدا الغنم بالغرم اذ كنا كل ربح لابد ان تقابله خسائر معينه هذه بالنسبه للمصارف الاسلاميه مهمه جدا المصارف الاسلاميه يمكن يجينا فراغ يقول لا تتعامل بالفائده باعتبارها فراغ محرم او فراغ وتحصر تعاملاتها ضمن فراغ، الاطار الشرعي، وهذا الفراغ وارد بالوزاري. المصارف الالكترونيه اليوم نتيجه التطور الكبير والتوسع الكبير بشبكه المعلومات والتكنولوجيا اللي حصلت واللي اللي وصلت الى مديات يصعب على الانسان ان يتصورها او يتوقعها. بقت المصارف البقيه تمارس اغراضها وتمارس وظائفها. لكن بنفس الوقت ظهرت عندي مصارف حديثه اللي هي المصارف الالكترونيه. لماذا ظهرت المصارف الالكترونيه؟ ظهرت نتيجه للتوسع او التطور الكبير في مجال الاتصالات والانترنت. عن طريق تقديم خدماتها، هاي المصارف بدات تقدم خدماتها عن طريق الانترنت. بعد ما حاجه الزبون ان يحضر للمصرف، من الممكن اليوم كل احنا تحمل موبايلاتنا برامج اللي هي آسي حواله او زين كاش او غيرها او غيرها او بطاق او برامج ادارات بطاقات الدفع اللي هي الماستر كارد والفيزا كارد وغيرها. كل احنا صار عندنا هذا الشيء، بدات المصارف بعد ما حاجه انت تروح تلزم سرع المصرف وتسحب وتودع مباشره البرنامج بداخل تليفونك تسحب الاموال اللي انت تريدها حتى تعبي الرصيد مال تليفونك من هذه البطاقات. او حتى تدفع وتنطي الدين من هذه البطاقات او حتى تحول الى الى محافظات اخرى او ممكن الى دول اخرى ذات بالدولار عن طريق موبايلك اذا هاي المصارف وفرت لي عمليات كبيره جدا لم يكن المواطن ان يقوم بها لا بد بوجود او الا بوجود المصارف الالكترونيه اذا المصارف الالكترونيه ماشت عمليه التطور تماشت مع عمليه التطور الكبير في مجال التكنولوجيا طيب اذا قدمت الخدمات الخاصه بالزبائن عن طريق وسائل الدفع الالكتروني وسائل الدفع الالكتروني تعرفوها كل بطاقات الصراف الالي تستخدم بجهاز الاي تي اللي هو الاوتوماتيك تايلر ميشن اللي هو يستخدم بعمليات السحب وكل الموظفين الان يمارسون عمليه السحب النقدي عن طريق اعاز المصارف الالكترونيه لهذه البطاقات وبعدين نسحب عن طريق بطاقات الصراف الالي وحتى كذلك مفيده لاحظ في بعض الافلام الوثائقيه او الافلام السينمائيه شلون تتم عمليه تحويل الاموال عن طريق الحاسبه فقط يدخل الرقم الحساب ويبدي ينقل جزء من هذه الاموال من حساب فلان الى حساب فلان ومن قاره الى قاره ومن دوله الى دوله دون وجود نقود يعني ما اشوف فلوس بس مجرد ارقام تنتقل الى هذا المصرف المصارف شلون تجي سؤالها بالوزاري احنا اهم شغله تعلمنا عليها واللي هي دائما مهمة جدا، أنه هذا الشيء شلون يجي بالوزاري؟ المصارف تجي أما تعاريف أو تجي فراغات أو تجي تعاليل، هاي مهمة جدا، أو يجي على شكل مقارنة، مثل حصلت مقارنة عندنا قارن بين المصارف الإلكترونية والمصارف الإسلامية، أو بين المصارف الإسلامية والمصارف الشاملة، أو بين الشاملة والمتخصصة، أو بين المتخصصة مثلا والتجارية، فتجي على شكل على شكل مقارنات اما البنك المركزي فهو قائم بحد ذاته يشتغل غير شغل اللي هن اما يجينا تعليل سمي البنك المركزي بنك البنوك او بنك الحكومه او هو المسؤول الوحيد عن اصدار العملات طيب مسؤوليات البنك المركزي تكلمنا عنهن الى تحديد الاحتياط القانوني والملجا لبقيه المصارف للحصول على السلع طلبه الاعزاء إلى هنا أنهينا وإياكم المبحث الثاني من الفصل الرابع توصل الكثير من الاستفسارات اللي ألاحظها بالتعليقات واللي تقول أنه مثلا الملزمة وين نلقاها أو كذا أو الملزمة ما شاي فيها أعزائي الطلبة الملزمة بالنسبة للاقتصاد هي اسمها ملزمة المنجد في الاقتصاد تصدر هاي الملزمة من دار مرموقة اللي هي دار المغرب دار المغرب توزعها لوكلائها في كل محافظات العراق يعني إلى أبعد مكان في العراق توصل الملزمة كل إصدارات وين ما تباع إصدارات دار المغرب لكل المدرسين فهي تظهر عدي ملازم دار المغرب اللي هي بها ملزمة الاقتصاد وإن شاء الله بالتعاون مع الأخ المنتج وبالتعاون مع الاخ المصور راح نعرض لكم انه وين تباع عن طريق بوست راح ينزل لكم اياه نهايه الحلقه ان شاء الله الى هنا اعزائي الطلبه استودعكم الله وان شاء الله في حلقات قادمه